أنك قاعد تعوض نقص الساعات السابقة. الحمد لله. وأنت يا أنس؟ والله أنا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كانت جميلة جدا إلى أن صار فيها بعض الأخطاء، خاصة ظهور بعض الأشخاص على شاشة قناة الواقع. ودي أنهم أبدعوا، لكن بيجي إن شاء الله المحاول هذه. لكن ارتحنا حنا جسديا وفكريا وعقليا، وأخذنا على قولتهم وقت مستقطع وراجعين بقوة بإذن الله. سلطان، كيف شفت أداء الشباب أمس؟ أداء الشباب صراحة شفت أداء المتسابقين اللي أمس؟ أداء المتسابقين هذا لا صراحة، أنا يطلع لي السيارات اللي حاطوطها في كراج. مبطي ما اشتغلت. سيارة كبيرة مبطي ما شقلت، وسيارة قد مشت وعليها بعض الخربات، سيارة ما فيها ركبة، سيارة ما فيها بواجي. يعني احنا امس كان اداء شباب امس غير مرضي ابدا. لا غير مرضي، وصراحة يعني ما شفنا شيء جديد ولا اضافة. وكذلك في مثل ثاني، مثل هل البر وهل البل، يمكن مثل الاكثر واحد، البل اللي مبطي من المسير، البل اللي مبطي ما شارت ويدخلهم الشبك، هذه تضلع. هم تقصد انهم اجمال يتحملون الاتعاب. اذا امس لاحظت ملاحظه انا يا مناحي على صعيد شخصي، شفت انهم بثوا يمكن يعني مجمل بثهم كان يمكن 10 ساعات، الا انه انا سمعت كلمه من نايف الاكلوب يقول يا اخي والله ملينا. هم كتجربه واحده وتقريبا 10 ساعات الى 12 ساعه وملوا، فكيف بنى اللي قرابه 18 ساعه ويوميا مش يوم واحد؟ انا ابغى تعليقات حول هذا الجانب. تفضل يا اخوي. انا اول شيء انا اقول انا اخالفكم الراي في كلامكم كله تماما، انا اشوف الشباب ابدعوا للامانه ابدعوا، لكن سبحان الله ابداعهم كله ونجاحهم كله امس في انهم يقلدون شخصياتنا. سبحان الله دائما تاثر في الناس اللي خلف الشاشات، ان اثرنا في الشباب كلهم الموجودين معنا. سبحان الله حتى مقدمين تاثروا منا. سبحان الله حتى عرفت ان كلامهم كله اللي يقولونه في النقد والكلام اللي يقولونه غير صحيح. الدليل ان تاثرهم امس واضح، دخلوا الكشوف روم يتقهون زينا. الكون مش الروم اللي هو اللي هو أيوة. غرفه الاعتراف الكونفشن الروم. ايوه بالضبط. الحين هناك ماني في استهزاء، الكونفشن الروم دخلوا فيها امس يسوون مثلنا. سبحان الله حتى احمد الملا قاعد يوم جت الديل ما يقلدني، يديه توامه مع ان يدي ادمي بتوامه لهالدرجه، يمكن انا خفيف بس هو البارح حسبه بيطير. فاقول لك سبحان الله اذا ان اثرنا فيهم كل ذا التاثير فهذا دليل على نجاحنا. الشيء الثاني مثل ما قلت يا اخوي مناحي، هم جو 10 ساعات فقط. 10 ساعات يا شيخ ما عينت محتوى لانك تقلدنا؟ المفروض تجيب شيء جديد. اما كلها نايف الاكلوبي نسمع انه شاعر، امس 12 ساعه سمعت منه بيت، احد منكم سمع منه بيت؟ لا ما سمع. ليش؟ سمعت انه عنده بيت، سمعت انه عنده بيت بس. عنده بيت. وين بيوت الشعر اللي يعني الشاعر نايف الاكلوبي يقدمونه؟ صجوا روسنا من 30 يوم من انضم نايف الاكلوبي، الشاعر نايف الاكلوبي ما سمعنا منه ولا سمعت بيت. سمعت حاجه ثانيه يا ابو احمد، سمعت انه عنده شعر بعد. شعر، احنا اهمنا الشعر يعني. انا اشوف امس الشباب اللي طلعوا على المتسابقين طلعوا على الشاشه بينهم حزازيه وبينهم خلافات، لدرجه صار بعضهم يتجاهل الاخر. شفنا كم شخص مركز على شخص، يعني الاشخاص ذول مع بعضهم ثنائيات. نعم ثنائيات. اي نعم ثنائيات وسلامه وثلاثيه ورباعيه. بعد شفنا حنا بعض الحين اشوف بعد يعني يطرفونهم واحد يعني يبعدون عنه، في حزازيه في مشاكل بينهم. يمكن طول السلام يمكن الشيء الاساسي اللي سبب الخلافات هذه اللي هو اختلاف الفقرات او اختلاف المناصب، فصاروا هم طول السلامه يشوفون الشيء هذا انه يعني كيف يصير معي متسابق هذا، فصار بينهم حزازيه. صار ايش؟ ليسوا على قلب رجل واحد. لا مستحيل، ما هذه الكلمه هذه مستحيل يطبقونها، ما راح يطبقها الا المجلس الثلاثه، ما راح يطبقها، صعبه ترى الكلمه هذه. الشيء الثاني شفنا اكثر من شيء امس في على الشاشه، انا معليش يعني غير لائق للشاشه، الجمهور ينتظر منا الابداع، ينتظر منا الشيء الزين. يعني اول ما بدا برش المويه عليهم لعب بالماء، تعال يا اخي ما تلعبون فيه زي كذا، وانتم يعني كبار والواحد عمره سكر 30، قدوه لغيركم انتم.
فلا صار في لعبه مثل امس خربت اثنين مايكات خربت اثنين امس في اثنين مايكات خربت ترى اشياء كثيره صارت امس في باب انكسر انا ما ادري مين راح يسوي حاسبهم ذولي حتى الهندر انت تدري انه الشاعر نايف الاكلوبي الشاعر اللي ما سمع منه ولا بيت امس هنا بالمطبخ مايك طافي انت بس طلبت منك بس 10 ساعات كلفت بعشر ساعات ومايكك طافي فصار انت ناقد ويعني تفتقد للحس الاعلامي من هذا الجانب انت لازم يكون دام انك موجود اما كان في بث لازم يكون مايك شغال فانطاقتهم ساعه ترى وطفوا اي ساعه بس متعودي على فقراتهم ساعه وبس يمشون حتى انه يعني اخر تقريبا خمس ساعات تضايقوا وقالوا تدري نرجع للاخلاق جيبوا علي شمراني جيبوا بندر العلي يقول باقيين اللي صلوا واللي صلوا فارس الحربي عبد العزيز المسفري واللي معهم من الشباب اي نعم وينهم يا اخي ليش ما جبتهم معك عشان اللي معهم انا ما يجون يمكن اشياء كثيره في استفهامات كثيره في اسئله كثيره اما بالنسبه لنايف الاكلبي ما ابرز موهبته امس وانا اقول ما راح يبرزها نهائيا نايف الاكلبي لانه يحارب نايف الاكلبي امس نايف الاكلبي نعم محارب من الاستاذ احمد الملا ومن الاستاذ عبد الرحمن الكليب المتسابق عبد الرحمن الكليب امس انا اشوف انه يقنون وقصايد والمكسر يسوي كذا ما يتناسب مع شماغك تسوي له حركه يعني